السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على يعني فرع جديد من الصناعات الجزائرية، وهو فرع صناعة البطاريات في الجزائر، واللي عرفت يعني ازدهار كبير بعد ما تم يعني منع الاستيراد. إذا تطورت في عدة ولايات، والآن الجزائر تعرف ما لا يقل عن 13 مصنع في إنتاج البطاريات بجميع أنواعها، يعني في السيارات، عتاد الأشغال العمومية، وكل ما له محرك ويستعمل البطاريات. ومن بين هذه المصانع كلها، اليوم سوف نعرفكم بأكبر مصنع في إفريقيا، واللي يقع في ولاية أمبواقي بعين مليلة. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعون هذا الفيديو الكامل والشامل عن صناعة البطاريات في الجزائر، واللي يسلط الضوء على مصنع عين مليلة لإنتاج البطاريات. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم. مصنع البطاريات للمركبات ببلدية عين مليلة كان من ضمن المحطات التي وقف عليها السيد وزير النقل والوفد المرافق له، حيث يعتبر هذا الأخير من بين أكبر المصانع في إفريقيا، والذي ينتج كل أنواع البطاريات، كما غطى كل السوق الوطنية، وهذا لضمان جودته. فبعد نجاح إنتاجية هذا المصنع، والذي يشغل حوالي 400 عامل، تم إبرام عقد تصدير مع متعامل ليبي وكذا شركة مصرية، وهو ولوج للأسواق العالمية بمنتوج جزائري. إنه أكبر مصنع لإنتاج البطاريات لجميع المركبات والدراجات والبطاريات الصناعية بإفريقيا، يشغل 300 عامل وله آفاق إنتاجية كبيرة. القدرة الإنتاجية، la capacité de production de cette unité, c'est environ de 1 million à 1 200 000 batteries par an. C'est une la plus grande unité en Algérie. ثاني في إفريقيا، وين نقدروا نزيدوا بها القيمة السوقية تاعنا توصل حتى 50%. يتم اختبار المنتوج النهائي وفقا للمعايير الدولية في مخابر متخصصة بالمصنع، وذلك ضمانا لجودته. كاين لابو شيمي يسويفي سوغ لا شين، وكاين لابو الكتريك يسويفي ابخي كون خرج لاباتخي من الفورماسيون. نخدمو على معايير عالمية خاصة ذات جودة عالية، خاصة المعايير الأوروبية. المصنع دخل مجال إنتاج بطاريات الطاقة الشمسية، وسيسوق أول وحدة منها في 2023. حنبداو بتغطية السوق الوطنية من البطاريات الصناعية، لاباتري فورك ليفت، ولاباتري موتوسايكل، ولاباتري سولار. هو إنتاج محلي، وحنا الأولين في الجزائر اللي بدينا في الإنتاج هذا، وراح نروحوا لاباتري ليثيوم اون 2024 إن شاء الله يكونوا كامل جاهزين. البطاريات المصنعة بالجزائر بنسبة إدماج تساوي 90% مطلوبة بالأسواق الخارجية. جاتنا عروض من عدة دول إفريقية ومام أوروبية، كما موريتانيا، كما ليبيا، كما النيجر، كما كوتيفوار، والدول الأوروبية كما البرتغال. ما نقدروش نعملوا ليكسبورتاسيون غير حتى نكفيو الطلب المحلي. راح نسعاو باش نديروا امبار ولا ان بورسونتاج دو برودكسيون انيال اللي راح نصدروها، نطلبوا من الدوله باش تزيد لنا تزيد تعطينا ليلو
باش نقدروا نزيدوا نوسعوا الاستثمار تاعنا باش نكفيوا السوق الوطنيه ونتوجهوا مام في السوق العالميه. شنو قادرين نتوسعوا؟ قادرين نوصلوا 3 مليون دو باتري بارون، مي عندنا مشكل كبير في العقار الصناعي اللي رانا نشريوا فيه اثمان جد باهظه. والتحدي الاكبر لهذا المصنع هو ولوج الاسواق العالميه بمنتوج ذي نوعيه صنع بالجزائر. بفريق عمل شاب وبايادي جزائريه ماهره وبافكار طموحه تحدى ابناء عين ليلى كل الصعوبات واقاموا اكبر مركب لصناعه البطاريات بافريقيا، مركب مطابق للمواصفات العالميه. عندنا اون كاباسيتي دو برودكسيون اكتويل سي 1 مليون دو باتري بارون، رايحين ان شاء الله في 2022 ان شاء الله نوصلوا 2 مليون دو باتري بارون. عندنا اون اكستنسيون كبيره ياسر راح نديروها، راح نخدموا لا باتري سولير، وعندنا لا باتري اجيام. عندنا طو دانتيغراسيون تري زيلفي يوصل 94%. المركب يعتمد في إنتاجه على كوادر جزائرية جامعية شابة، وهو ما فتح له ولهم آفاقا كبيرة. تفاهمنا على اون بيريود ديسي دو 6 mois، رانا في اون فورماسيون، عطاو لي انا لو بوست ان انجينيور دو برودكسيون، حكم لو كوتي لوجيستيك. ستاج تاعنا الانتيغراسيون كانت شوية صعيبة. ترمكش جامعة تقرك بزاف كوتي تيوريك. نشكر الشركة قدرت تعطينا ثقة وتعطينا فرصة بينو لي كومبيتونس تاعنا. لم يكتفي هذا المركب الصديق للبيئة بإنتاج البطاريات، بل استثمر في استرجاعها أيضا. ناخذ الماتيريال هذيك البطارية هذيك ونعاودوا نطيشوها في الفور، والفور هذا نتاعنا معناتها إلي إيكيبي بار أن فلتر. وتعمل سيكل فيرمي، تعمل فورم برودوي البلون هذا هو اللي احنا نعملوه تريتمون. وزاره البيئه تعاوننا في الكوليكت نتاع اللي فيه باتري، البيئه هي اللي تعمل لا كوليكت دي باتري، اللي اكزيج لا كوليكت دي باتري تمشي للليزين اللي هي اجريي، معناتها مش كما احنا تويكا يشريهم الباتري ونشرو فيهم رغم اللي نشرو فيهم غاليين. هكذا رفع مستثمرون شباب من عين مليلة بولاية أم البواقي تحدي التصنيع، وهدفهم اقتحام الأسواق العالمية. صناعة البطاريات في الجزائر رهان يعول عليه المئات من المتعاملين الاقتصاديين الذين دخلوا غمار هذا النشاط وساهموا في تغطية السوق الوطنية وتقليص نسبة الواردات، خاصة وأن سعر البطاريات في السوق الدولية يفوق الأسعار المحلية بكثير. كمصنعين البطارية احنا رانا 13 بروديكتور ناسيونو، رانا نكفيو فايت 85% من لو مارشي ناسيونال، مي سات اني لا ان شاء الله اون فاتيتر 110%، يعني اوني اوبليجي دو فار دي بروسبكسيون بور دي مارشي اليكسبور. وين دخلنا بالمنتج تاعنا اللي هو البطاريات بنسبة انتاج جد عالية تفوق ل 95%، نغطيو السوق الوطنية بما يفوق 50% من احتياجات السوق الوطنية. رسكلة نفايات البطاريات المستعملة نشاط مكن من توفير المادة الأولية التي تدخل في صناعة البطاريات، وشغل آلاف العمال في مناصب عمل مباشرة أو غير مباشرة، وساهم في حماية البيئة من المواد الخطيرة الذي يحتوي عليه الرصاص، غير أن الاستثمار في هذه الشعبة أصبح صعبا. نظن بلي سوء تقدير كاين مشكل، حلوا باب التصدير للمادة الأولية نتاعنا اللي هي الرصاص، اللي لزمتنا هاد السنة هذه لزمتنا باش نرفعوا الأسعار نتاعنا ب 20%. نظن بلي سوء تقدير، احنا على كل حال راهو بور بارلي افيك لي بوفوار بيبليك باش نورو لهم بلي راه كاين مشكل. شبح إفلاس وحدات إعادة رسكلة البطاريات والمصانع المنتجة لها يلوح في الأفق في حال تأخر السلطات الوصية لأجل ضبط الإجراءات المناسبة التي تتماشى وتوصيات رئيس الجمهورية بهدف حماية المصنعين ودفعهم نحو رفع طاقة الإنتاج وتغطية السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.